من جديد في زون ميكس، والتحقوا بنا ضيوفنا اليوم اللاعب السابق للنادي الافريقي خالد التويتي واللاعب السابق للنادي الجزائري التونسي سامي العروسي. باش نحكيو على مقابله الدربي غدوه، كان عامل هنا دربي قبل الدربي. خالد التويتي مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا سامي العروسي، اهلا وسهلا. اهلا بك واهلا بمستمعين اكسبريس اف ام، ومعانا اخونا خالد ان شاء الله يتعدى ميسيون باهي. عندي برشا ما قابلتوش، اما حبيبي برشا. شنو الامور؟ لاباس؟ والله الحمد لله. سامي الحمد لله صباح، لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. احنا تسعة واحد يرقد ما تحبوش الحمد لله. علاش؟ اه صحيح. كنا نحكيو في الكواليس، اكتشفت حاجة، قال لي خالد التويتي انت هزيت الاسبيرونس. سامي اي ساقي هزوها ما بالزهر، انا نحكي فيها قلت لك وقت انا قاعد في القهوة جا زروق المروان البكري. اي نحكي قدامه وانا قلت له والله مشيت تفرجت في مقرين مغروم بالكورنر، سامي مشيت تفرجت في جمعية الظراف. قلت له مقرين عندهم افون سونتر غير عادي. يعمل هكا مشاو نهار ثلاثة جابوه. وليش كل ماتش يماركينا عمل لي عصب بلا عملة. بلا عملة. في بالي بها الحكاية هذه. بون اللي كان سيريو أكثر هو سليم شيبو، معناتها هو اللي كبش معناتها. معناتها هي كانت الكلوب كانت سي اس اس شوية زاد كلموني دي ديليجون معناتها. الكلوب يمكن ما عرفش، خالد قال يعني في باله بالحكاية قبل ما نمشي لسبيرونس. اما سليم شيبوب هو اللي جا وخذاني معناتها، هو اللي كب معناتها كما نقول واحد اللي يتحرك هو سليم شيبوب اللي يتحرك. واضح. انا من الحكايه هذوما والله نحب نحكي حكايه دخلنا نحن حكايه. ما يصيرش ما يصيرش. نورمالمون في جمعيات نتاع الكوره كي تجي مثلا الاتاكون كي باش يعيطوا لي جمعيتي يشوفوا لهم من هو الاتاكون اللي فالابل، نعطيك سكوب هكا الجزيري. سيف سيف الجزيري. في الكليب تعاركت معاهم قلت لهم يا ولادي خليوه راهو اكسبلوزيف راهو اتاكون مش نورمال. شوف كي صيبوه، شوف ماركه للزمالك قالب الدنيا في مصر. دونك اليوم الناس اللي تشري في الكوره وما يفهموش في الكوره وما يعرفوش الكوره، ماذا بينا يتلهيوا يشدوا بيرواتهم واداراتهم ويخليوا الكوره لجماعه الكوره. والله وصلنا حتى الكلام اللي يقول فيه خالد صحيح راهو السبيسيفيك تويك اللي ماشيه، وكل واحد النظره نتاعو يعرف الخزره نتاعو يعرف الكاليتي نتاع لي زاتاكون. كيما احنا تو حتى في الاسبيرونس يعني تو عندنا برشا دي زاتاكون، عندنا تقريبا 8 9 8 9. اتاكون شنو الكويوار ولا بونتا ولا شنو؟ كل كل عندنا 8 9 باش يلعبوا منهم ثلاثة. اي باش يلعبوا منهم ثلاثة نورمالمون، يعني ثم أربعة زايدين ولا خمسة. النومبر كبير يعني كنا نجمو نجمو. اي ما تشوفش توا بالرهانات الموجودة ماتشات كل ثلاثة أيام، عندك تشامبيونز ليغ، عندك كوب، عندك بطولة، تبدل الافكتيف ذاك اش قاعد يعمل معين شعبان. اي لكن كي باش تبدل الافكتيف انت تو حاجتك بالشامبيونز ليغ، حاجتك باش تقول لي ما نلعبوش، انا باش تلعب الافكتيف نتاعك لازم ديما مع بعضه، يعني الاكيب نتاعك لازم تكور باش ترتاحها ماتش، نقولوا باش ترتاحها ماتش في دو تروا سومان باش ترتاحها ماتش ولا دو معناتها، اما لازم الاكيب تقعد يعني يقعد لي تروا اتاكون يقعدوا باش يعملوا كويزون بين بعضهم باش يعملوا للواحد. لكن النومبر كما قلت لك من 8 9 نجم يهبط 5 4 يا 5 6 5 برشا حتى 5 برشا، ويسيرك كيما نقولوا احنا التبديله ولا الترتيحه بخمسه جوارات نجم تمشي امورك، اما الاربعه الاخرين باش يقعدوا زايدين باش يقعدوا زايدين على الجماعه. نحكي لك على لاجيستيون دو جروب. فوالا لاجيستيون دو جروب، والبرا وقت اللي يشريوا جوارات يعرف لك يقول لك الجوار هذا عنده خمسه ماتشوات، اللي شفتهم في الكوب مثلا جارديان يلعب في الشامبيونا الاخر يلعب في الكوب. دونك الناس عارفين فما بروغراماسيون تو تان بروغراماسيون ا كور تيرم ا لون تيرم. دونك اليوم منظمين ما دخلنا في الصحن ملو سامي دخل على مشاكل الاغنياء في النادي الافريقي، بالعكس فما مشاكل اخرى نتاع ضعف رشيد بشري. خالد تويت ضعف رشيد بشري كما قلت لك خاطر ما فماش بروغرام نتاع جيستيون دو جروب. اليوم في الكلوب افريكان الحاجه اللي تفرح اللي الاولاد نتاع الكلوب افريكان هذوما الصغار عندهم لاديان دو كلوب افريكان. واش نعمل واش نعمل به؟ استنى لا ايش نقول لك؟ لا لا فما حاجه خاطر علاش في الكوره فما عباد رباحه ويحب جمعيته وكل يعطي لو بلوس كريتهم انت تحسهم اللي صغار يجريو. علاش انا قبيله تو دخلنا قلت لك على لي جيستيون دو جروب والبرا، ساعات انا كي نمشي هكا تلفزيون نقارن بالبرا يقول لك كيفاش تيقولوا يا اخي احنا التكتيك منين نجيبوا فيه؟ بالله تو سامحني الكفران اللي تعاملت هذي هكا اللي ترقد انت يا تونس كل ولا تعمل فيها احنا يعني نتبعوهم راهو نحن كان في الحاجات الديبيل. على خاطر اليوم انت تو كي تحكي على الفتيف تاع الكلوب افريكان فما مشكله كبيره تو في الكلوب اللي ما مش فاهمينها. اليوم في الكوره ما تنجمش تنجكتي 11 وليد ولا تسعه مع بعضهم، على خاطر البرة عندهم لا بري فورماسيون، يلزم الانسان يعمل لا بري فورماسيون
انا نعطيك كام تاع دو ابري فورماسيون. انت وقت انا نتفرج ديما صغار مغروم بن زيمن و والاخر اللي يلعب في بوردو تو بنعرف زوز في كلير فونتين مع بعضهم من اللي صغار. بن زيمن كي يلعب في ليون عمل لك الدخله خارجه دخله خارجه وبعد دخلوه. بن زيمن وقت حب يتعصف على دي ديشون حب يلعب شوف الاخر كاريره وين خطر عليه. حتى في الصنعه قبل صناعي كي يجيب ابرونتي ما يعطيش اوتي قدها ديريكت خاطر كان فسدها باش يقعد ماشي ديما في الديريكسيون. اليوم الكلوب افريكان عندها جوارات دو كاليتي كبيره برشا ميت بقينا ناقصه بحذاهم جوار ديكسبيريونس او سيم يعرف تلعب الكوره. انا برومي ديربي نتاعي باش نحكي لك خويا سقايه ما عادش النجم يشدهم ما فقت وتهنيت كان كي خرجوا عملوا بيا شونجمون كي مشيت قعدت على البنك فهمت روحي كي عملوا شونجمون تحت فرحت لا فرحت خاطر يحكي فيه امبوسيبل بعد تولي كي نبدا داخل الدربي كيني داخل نبدا نشوف الصاد شلا يبدا الصاد معبي عرفت كيفاش بعد بالاكسبيريونس خاطر انت كي صغير مع غميت تدخل مع بوياري مع كمال الشبلي مع عبيده مع ناس شيفروني كبار انت بيدك تبدا محمي عرفت كيفاش. دونك اليوم تجي في الكلوب افريكان الوليدات الصغار هذوكم ما يلزمهم اللي يحكي نفسر لك اللي يحكي في خالد صحيح علميا انا مش حكي علميا شنو كيفاش يصير الحكايه. انا عندي جوار عندي جوار طالع صغير في الكوره ما يلزمكش تغلط في لونيفو الجوار يتعلم راه كما قال لك يمشي عنده دي بيريود يقعد يتعلم فيها. اذا كان كيما نقولوا احنا باش يطلع باش يتعلم باش يحل هو باش يحل دي سيتياسيون باش يبدا ياخذ اكسبيريونس باش يبدا كذا. اذا كان يجيني في لونيفو يجيني في الماتشوات الكبار يعني في لونيفو في الشامبيونا مثلا ويبدا يغلط لي باش يتعلم نجم انا نخسر لونترونور نجم انا نخسر الجوار هو بيدو نجم نخسر اذا كان عمل لي غلطه كبيره في دربي ولا كيما صار لنا عبود احنا مره ولا اسمه عبود معز عبود البيفو هذاك اللي طلع وخسر وخسر الكوره وهو طلع وليد صغير ولا طلع وليد صغير وخسر الكوره ومركاها الذوادي وقتها في الدربي خسرناها الجوار هذاك صحيح نجم نخسر لونترونير يقول لك لونترونير انا بيشغلت لي في نيفو في النيفو العالي هذايا نجم انا نخسر الماتشات نتاعي دو تروا ماتش نجم يطردوني. ثاني حاجه نجم نخسر الجوار هذاك يولي الجوار هذاك شوكي كيما ماتش اللي صار البريسيون اللي صارت عليه ماتش المستير جوار الكوب افريكان هبطوا شوكي يعني هبطوا خايفين تحس حتى في الروندمون نتاعهم ماهمش كيما في الماتشات اللي قدموا. حتى نحكيو به خلينا ندخلوا في الماتش شوي كيفاش تشوفوا بصفه عامه خالد تويتي مقابل غودو بين الكلوب والاسبيرونس قبل ما ندخلوا في التفاصيل. انا نشوف المباراة نتاع غودو كلوب والاسبيرونس علاش قلت لك هذوما نتاع جوارات الكلوب لاعبين كادي وجينيور كونتر الاسبيرونس خاطر علاش كي تبدا تلعب في الكلوب والاسبيرونس من المينيم والكادي وجينيور ديما انت تشوف ماتشات المينيم والكادي وجينيور حتى من الجمهور يجي وعندهم قلت لك الكلوب والاسبيرونس. اليوم غدوة الكلوب افريكان تصور انا بالمورال هذايا نتصور الكرة تو الكل عند لطفي خاطر غدوة نلعبوا كونت الاسبيرونس لازم يكون ترو بريدون. انا واحد من الناس غدوة كان نلعب كونت الاسبيرونس نلعب لهم 4-5-1 عندك هكا قرب تنجم تعمل هولد اوب في الماتش نتاعك. دونك علاش دو تون زون تون فما دي مومون لازم فما ان اكيليبر في ليكيب سكر التالي واستنى معناها انت علاش ديما نقول لك رانا نشوفوا بماتشوات نتاع برا. شفت انت مانشستر يونايتد وشيفيلد الاخرانيه كيفاش عملوا لهم شيفيلد ماركيت الاخر وقت باش رجعت مانشستر يونايتد الاخر كونتر لو دونك اليوم لونترونور يلزمو ان تكتيك كي سادابت ا سي جوار. اليوم اوني با كابابل باش نمشيو لاتاك دونك يلزم يلعب بريدون تالي اربعه اريارات خمسه مليو تيران وعندك انا تاكو عندنا وليد انا كان قرب تفرجت فيه ترسي اللي للي قرب منوني تو تشوف الوليد هذاك خالد عمل ماتش بي وبعد قال لك كبروا برشا في تصويرته طفل مش كبروا في تصويرته لا 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 ايش يقول لك وقت اللي تبدا راه ايش يقول لك راه فما حاجات ساعه ساعه كيب كامله سي ليكيب كيف لونترونور ساعات تجيب ساعه ساعه تطيح في جمعيه برشا كاليتي جوار ان اونترونور تجيب لي كزافي ونيستا وميسي وكل الحظ هذيك اش باش نقول لهم مغروم برشا كرة البرة لا خاطر علاش انا مغروم انا شوف مش مغروم خاطر نتفرج في كرة البرة وعندي كراسة وديما كي نسمع بنجر يحكي ولا واحد يحكي لي انا باش نتعلم لي انا معناها فما حاجة خاطر فما حاجة في الكورة فما انترانسيك واكسترانسيك تحب الكورة ولا ما تحبش الكورة انا بروفوني علاش ما رانيتش
مانيش مستعد راني خاطر باش راني مانيش مستعد انا نجي لاعب ولد فلان ولد فتان قلت لهم فك عليا الكوره كي نحبها مغروم بها اما مانيش مستعد باش نطيح من مستواي ولا نطيح من قيمتي ولا نطيح من رجوليتي. اليوم نرجعوا للكلوب افريكان كيما قرب هذايا فما دي جوار دي زانديس يعطيو انا كي تفرجت في سامي ليش انا كي نشوف اتاكون فما اتاكون اوداسيو فما دي اتاكون تحسوا اكلي قبيح في لعبه هذا قرب قبيح يهز وبروفوكاتور يمشي البروفوك يمشي البروفوك فما دي اتاكون يهرب فهمت وحاجه اخرى زاده نرجعوا لهنا ديما فما سي ساعه فما دي سيستيم ما يركبوش على على دي اتاكون فما اتاكونات معينين تو شماخ ما ينجمش يلعب في البروفيل هذاك عادي صار ما ينجمش يلعب ما ينجمش يلعب شماخي شماخي نتاع 4-4-2 ويلزم ناس تحطوا يدور بالاتاكون يلزموا ناس تحطوا الكره اون بروفوندور على خاطر هو رابيد خاطر سامي كي كان يلعب ماركا كي تتك عليه في اون دو اتاكون تتك عليه في اون دو تلقاه يعني بيضرب بالراس نخرج لك اي تخرج وتعمل اون دو عندك لا ديفياسيون دونك كل اتاكون سبيسيفيك تاعو باهي سامي خلينا نسمعك انت على الماتش بصفه عامه خالد دخل شويه في التفاصيل طبعا تجيهم اكثر اعطيني انت بصفه عامه كيفاش تشوف ماتش غد الناس الكل يعني تعرف لي غدا ليسبيرونس فابوري معناتها سور معناتها سور بابي معناتها ليسبيرونس بالافكتيف بالريزلتا بكل شيء يعني فابوري انا مره باش نعطيك باش نقرب لك شويه اكزومبل مره سالت واحد على الوقت قلت له بربي قد الوقت قال لي يما ثلاثه هي الخمسه عرفته مهبول شويه قلت يما ثلاثه الخمسه بعيد بعض شيء على بعضه هو سيتا ماتش فو غدوة علاش ماتش فو خاطر حتى حد ما ينجم يعطي الريزلتا غدوة قبل هذا في الاحوال العاديه لكن في الاحوال العاديه قبل كلامك متناقض قاعد تحكي قبل قبل كنا أوكي. قبل كنا نلعبوا مع كلوب افريكان اتنجي قبل كنا نلعبوا مع كلوب افريكان لا كي نحكي نقول شكون باش يربح اما مش حكي معك توا شنور الريزلتا نتاع الماتش انت رابح مضمنه معناها نقولوا شنو نقول 80% نقولوا مضمن تحكي مشكلتك الريزلتا معناها انا توا مش لا سامي سامي عايش خليني خلينا نكمل فكره نتاعي الماتش غدوه سير سير لو بابي 80% 90% باش يقول لك الريزلتا ماشي الاسبيرونس هذا هو الناس الكل مقتنعه به بالافكتيف اللي موجود بالملاعبيه اللي موجوده بالكلوب افريكان جوارات صغار بالمشاكل تاع الكلوب افريكان راي ليسبيرونس غدوه مانيش نقول في تاريخ مفتوح خاطر الديربي نعرفوه احنا شنو ينجم يصير في الدورمون اما هاني باش نقول لك النتيجه ما تنجمش غدوه تقيمها وما تنجمش تعرف قداش النتيجه تنجم غدوه الكلوب افريكان تشد لك الديفونس كما قال لك خالد وينجم يصبر لك وينجم يغدرك في بونتو وينجم يمركي لك ينجم يصبر لك حتى 90 دقيقه ماركلش لكن في صوره ما ليسبيرونس ماركيت ماركيت ليسبيرونس ماركت لك البونتو ولا ماركت لك البونتو بكري مثلا كان ماركت لك البونتو بكري ليسبيرونس بار اوبليغاسيون تكمل تلعب بالسيستيم تاعك 4-5-1 وتشد الديفونس والا باش تطلع تمركي قبل الكلوب افريكان اذا كان ماركت ليسبيرونس الكلوب تطلع تعاود ترجع اذا كان ماركت الكلوب افريكان ليسبيرونس تعاود تطلع ترجع تاو كيفاش غدوه الفوارق بعيده برشا تكتيكمون حتى حد ما ينجم يفهمها هل انه لونترونور باش يكمل باش يطلع باش يشد الديفونس باش يقبل بونتو خاطر احنا نعملوا بلان ا وبلان بي وبلان سي في الكوره فهمت ولا نجيو نعملوا بلان ا ونقولوا نلعبوا ديفونس اذا كمل كنا باش نطلعوا نعدلوا على رواحنا الفوارق بعيده برشا تقصد معناها الكلوب باش تاكل تحب تاكل اقل ولا مش تلعب على رواحنا ما نجموش نعرفوا البونتو وقتاش تماركا كيفاش باش تماركا دور المهم تاع ماتش سيتا ماتش فو اللي يفهم في الكوره يقول لك غدوه ليه 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 مش ما فهمتيش خالد يعني ما تنجمش تحدد غدوه شنو تنجم تكون النتيجة نتاع المقابل؟ خالد ما عجبكش الكلام. لا حسيته سامي كلي ماتش صحيح ربحوه وفاو معناه ويستناو في السكور قداش هو معناه. ميكرو. هو يحكي لك على السكور قداش معناه. تراجي بنبلة ولا حومة السوق ولا مع شكون يلعب في بيت. شوف ما نحترمو نحترمو الناس اللي تلعب بنبلة وحومة السوق. لا لا نحترمو جمعيات لا ما فما جمعيات لا نحترمو ولا نحترمو لا جد في بيروت صعيبة الكلوب افريكان. لا لا فما حاجة يا سامي نقول لك حاجة مرة نلعبوا كلوب اسبيرونس. وقتها نحن ربحنا الاسبيرونس في الرتور خمسه في اللالي نتاع الماتش الجاي بعد الخمسه واحد بعد الخمسه واحد الاسبيرونس تلعب مع غورماهيه فينال في غورماهيه خسرت كنت غورماهيه بعد غورماهيه باش يجيو ماتشهم معنا نحن هاي اخويا نحن خرجنا في اللي شاف ما وش تصب كل فافوري ونتفزعك وسامي وداخلين بالله العظيم شدونا ميتون وقت توني باش نذاكر راني فيهم الكره ما مسيناهاش راهو عملوا لنا ميتون وقتاش عامل توني باتشنيزيك علاش قلت لك الذكاء نتاع لونترونور توني باتشنيزيك وقتاش عامل يلعب 4-6-0
أربعة بغير أتاكون، شكون حاط أتاكون؟ حاط طارق ذيب في البونتا. وقت اللي أتاكون الوهمي ذاك تسمى كيف يعرف جوارديولا يرجع للمليو تيرا هاي جوارديولا أتاكون الوهمي في الكورة. أنا ماني أتاكون نخزر هكا، دخلنا الفستير لسه يقول لك سامي ساعة فما دي جوار في الماتش جوار ميكرو خال يفهم اللعبة. لا لا يزم كي يدخل الفستير فاهم اللعبة وكي يحكي مع أصحابه يزم يفهموه. علاش يقول لك ديما فما ليدور في جمعي؟ دخلت أنا قلت له شحات أنت عندك أدفرسير ديريكت قدامك؟ قال لي ما عندي حد. يدخل الوسط برقيه شكون عندك؟ لطفي قلت له كي طارق ياخذ الكورة ما جاش خذ الكورة اطلع اطلع معاه باش دوزيام ميتون عرفنا كيفاش معناها نكونتروها. ما فهمت كيفاش قبل كانت الكليب والاسبيرونس كل ربع ساعة إكيليبري ما تعرفش تون فور تون فيبل عند هذا كل ربع ساعة خيب من ساعة. اليوم انت اللي تحكي فيه نحن في سيتياسيون صعيبة هذيك اللي نحكي فيه انا سيتياسيون صعيبة على الاخر ميت باقينا الحاجة الله اعلم. لا لا في الكورة ديما كنت نتفرج في نيوكاستل وايفرتون سنين بلاش ضربتها حتى الواحد مهبول تقول لك ايفرتون تربح نيوكاستل ريتها وين دونك اليوم في الكورة ما عادش فما ريزولتا دافونس نمشي معاك فما حاجة أخرى زادة سامي بالكورونا ما فماش جمهور يكون الطرح أقل موتيفاسيون برشا 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 نقص موتيفاسيون. أنا خلي قلت لك حبيت أنا كان جا غدوة الجمهور نجم يكون أي ريزولتا قلت لك سيتان ماتش فوق ما تنجمش تعرف ريزلتا قلت لك نجموا كليب افريكان تربح نجموا نهبطوا اون بيز نجموا نهبطوا كذا نجموا قلت انت قلت اي ريزلتا ستة ماتش كليب افريكان اي تنجم تربح تشد اربع خمسه واحد نجم تربح كما قلت انت نجم تقبل سامي فقد شويه الدربي النكهه نتاعو ما عادش نحكيو برشا على الدربي تقريبا مستانسين تحنا اليوم نحكيو على الدربي قبل بنهار مستانسين قبل بجمعه وقبل بشهر العباد تحكي على الدربي اليوم ما عادش فما كل جول نتاع قبل فوتبول تونيزيان ولا الكل ضاع ضاع كيفاش ضاع الريتم اللي ماشيين به الجمعيات تم ريتم تاع جمعيات الريتم اللي ماشيين بيه هذا هو هذا يتسمى عصر حمدي المتب بصراحه معناتها باش نحكيو بالكره باش نحكيو بالفلوس باش نحكيو بالاداره باش نحكيو نجم نغطيو عيون عين الشمس بغربان لكن ما نجموش نقولوا لا ما ثماش شمس هذا عصر الفلوس في الكره هكا ولا خالد وعصر النظام وعصر الاداره وعصر الجوارات وتنجم تجيب ملاعبي وما تنجمش تجيب ملاعبي والفالور هذا جمعيات الكل بصراحه في الريتم نتاع الكورس الناس تجري بفراري والناس تجري بسونسيس مثلا في الريتم نتاع الفلوس وفي الريتم نتاع الاداره وفي التحرك نتاع الاداره وحمد المد بالوحيد تو في تونس اللي الجمعيه نتاعو ما عنديش ديون اللي الجمعيه نتاعو عنده 10 سنين راه يخدم مكه ولا مكه شيء الجمعيه نتاعو في كل بوست يلقى روحه ناقص يمشي يجيب البوست يجيب الملاعب هذاك يتبع في الجمعيه نتاعو ومنظم فلوس منظم اداره منظم كل شيء هذا الكل يجيب التيتروات الريتم لون نتاع الجمعيات الاخرى الريتم لون الجمعيات الصغيره الكل راهو نحكي معاك ولا كلهم مديونين ولا كلهم ما عندهمش فلوس ولا حتى في الريكريتمون نتاعهم حتى كي تشوف الجوارات اللي يجيبوا فيهم ماهمش جوارات معناتها بالله وسامي في حكايه مديونين سامعيش قص عليك شوف معليش يا سامي لو سيستيم تي راهو غلط انت تعرف حاجه في تونس عاملين الاحتراف ما عندكش الحق تبيع مليون الكوره نتاعك ما عندكش الحق تعمل ريستورون ما عندكش الحق ما عندكش الحق تبيع مليون الكوره نتاعك ما عندكش الحق في بالك في القانون ما عندكش الحق جمعية لا 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 يلزم تبيعه لواحد ولا تعطيه الاكسكلوزيفيتي وهو يبيع لا لا عايش خويا شوف القانون يا ولدي ماشي تبيع عايش خويا لا لا جمعيات كل لوتين نتاع ليسبيرونس ما عندكش حق تستغلوا ليسبيرونس تكري الوحده نتاع السياحه انا نقول لك عاد هذا القانون اللي ماشي اليوم حتى العبد العاقل جيت ما نجمش انفستي في الكره ما تنجمش اليوم في الخارج الغرام هو لا لا مش غرام الناس تصور في فلوس لا غرام لا شيء فما عباد يا سامي ناس جايه ماخذه نيوكاستل وناس جايه من برا اي ذاك هذاك ينفستيو في الكره ذاك خالد في الميكرو ينفستيو في الفلوس ناس تصور في الفلوس احنا في تونس اليوم بالله سامحني توك الله يعاونهم رؤساء الجمعيات انا كيفاش عايشين ما فهمتش تو اليوم انا عندي نخلص في الشهر في 400-500 مليون. باهي. عندي دو ماتش ادوميسيل وزوز الاكستيريور. باش نخلص جواريتي يلزم التذكره نتاع الستاد ما اقلش من 40 دينار. اسكو سميك يخول التونسي باش يمشي للستاد ب 40 دينار؟ ما يخولوش. وانا كي ما تبداش التذكره ب 40 دينار. اليوم انت كي متعهد حفلات. يا فما مداخيل اخرى نتاع ست شهور نتاع مداخيل هذوك ما يعيشوكش يا اخي راهو ما يعيشوكش راهو يعيش خويا راهو البر يجي نقول لك عيش خويا فما حاجات زاد نحن يلزمنا تو اليوم نفهموهم علاش نحن علاش قلت لك نحن ناخذوا من الاوروب كانك الكفرون ها ورقد نسمعوا بهم لعبوا سامي خالد خالد خلنا نحكيو
كما قال لك الجمعيات تاع كوره يلزمها فلوس، باهي انا باش نجاري بالفلوس اللي عندي، باش نجاري جمعيتي بالمداخيل نتاعي، كل واحد يعرف المداخيل نتاعو. المداخيل نتاع الكره التونسيه في الميكرو سامي المداخيل تاع الكره، عندكم مشكله مع الميكرو هذا اليوم الزوز. المداخيل نتاع الكره التونسيه ما تنجمش تخلص لك الجوار مليون ولا زملين في الشهر، باش تجاري الجمعيات البرة وباش تجاري. هذا موضوع كبير، موضوع كبير. خلينا نكملك عاد انا. الوحيد اللي نجم يجاري في الفلوس ب 100 مليون شهريه الملاعبي ولا ب 70 مليون وباش يجيب لك جوار ب 130 مليون الشهر وب 2 مليار العام ويحط لك 10 جوارات ولا 15 جوار، الوحيد توا اللي قاعد يصرف بغرام بغرام ما نقولش انا بغرام كبير برشا هو حمدي المد. يا خاطر يعرفوا يشريوا ويبيعوا في جوارات، دوك تبيع عندك ويعرف يشري ويعرف يبيع ويعرف كذا. اما الوحيد في تونس هو اللي ناجح، ليكزومبل الناجح. يا مول نحن كي دخلنا في الكوره خلينا نحكيوا في الكوره من حاجات اللي هلك الكوره في تونس. تو ساعة تفرج في ماتش كوره مش علامه انا ولا سامي بتاع كوره، مي كي تشوف النيفو توا راهو طايح بطريقه غريبه، راهو راهو متراش راهو متراش متراش تريونجيلاسيون متراش. انا والله مش نحكم على الكوره توا، قبل نحن كنا نترناو اربع مرات في الجمعه. لاليمونتاسيون مش كيما توا، مش كيما قبل، مش كيما توا. توا سبعه ايام سبعه في الجمعه يترناو بريباراتور فيزيك وامور نتاع ريكوبيراسيون وبرشا حاجات. مي الكوره ساعات كي تتفرج في ماتش كوره والله راسك يوجع. ارجعوا لي للموضوع هذيك، خلينا نحكيو شويه فنيا على الماتش. سامي سامي نحكيو شويه على غدوه الاسبيرونس. اي في وسط الميدان تاع الرجل التونسي المقابله الاخيره شفنا شويه تغييرات، تم الاستغناء على كوليبالي بعد ما كنا نظن الناس الكل انه لا يتحط كوليبالي وبعد حط شكون معاه. المقابله الاخيره ظهر لي تم الاستغناء على كوليبالي والبدلك لي سيستيم تاع ترجي يبدو انه ماشي اكثر صنع اللعب. شنو رايك انت في النقطه هذه؟ هو السيستيم تاع الاسبيرونس اللي يلعب به معناتها معين يلعب بال 4 3 3 بال 4 3 3 عندك البيفو سنتينيل وعندك لو دو بيفو روليير يتسماو، هما اللي يكملوا لاكسيون، هما اللي اي ماتش باش تنحى سنتينيل. سنتينيل ما تنحاش، تنحى كوليبالي. اي برمضان مشى سنتينيل، مشى سنتينيل برمضان. هنا اللي كانوا موجودين الشعلاني وبرمضان كان يخلط برك الشعلاني، يخلط برك برمضان، هو اللي يخلط مع لي تروز اتاكون، هو يولي ريجيسور، هو اللي يجي من تيري. في كي بدلنا اللعبه ولا عندنا سنتينيل بالرمضان، عندنا بالغيث، بالغيث عنده الاسبري نتاعو باش يخلط كيما ماركا البونتو مع باجلو، لان يخلط البريمي حتى في البريمي بال ما يخلطش على الدوزيام بال، يكون اتاكون كاشي تسمى. هذاك هو اللي بدل تو اللعبه نتاع الاسبيرونس، وولت عندها لي دو لي تروز اتاكون، وشكون يجي من تالي اللي احنا ناقصينه هو الريجيسور. ما عندناش ما نلعبوش به، لكن لو دو روليور نورمالمون يلزمهم يكونوا دي اتاكون كاشي. يتسميو هما دو روليور فينيسور، يلزم يكونوا عندهم التكنيك تاع الفينيسيون وعندهم الفيزيك باش يخلطوا ويكمل يكمل لاكسيون، يكمل لاكسيون بالغيث، يكمل لاكسيون بالرمضان، يكمل لاكسيون، ينجم يرجع الشعلاني بيفو سنتينيل وينجم زاد يطلع القدام. لكن هنا هو البروبليم الموجود في الاربعه هذوما اللي يدوروا، شكون اللي باش يلعب سنتينيل وشكون اللي بدو روليور اللي باش يكونوا فينيسور، هما اللي قاعد يدور فيهم هو حتى لين يلقى. مع انت شكون تشوف الانسب بيناتنا؟ اللي باش احكيها انا تو بيناتنا وبين المستمعين، اللي باش احكيها انا تو ينجم يلاقي ينجم معناتها يغشش برشا ناس. كوليبالي كوليبالي حقه تبيع، باش نقول لك علاش حقه تبيع. كوليبالي بيفو، هو البيفو اللي يعمل اكثر متراج علمي، يعمل اكثر متراج واللي يجري اكثر. كيما نقولوا احنا اللي ما كيما الشيحي يزمو يكون ضعيف يزمو يجري. كوليبالي راهو الماس ميسكيلير نتاعو كبيره، تحتاج برشا انرجي. كوليبالي عنده الفيتيس، يفك لك صحيح ما يفك لك الكره ويعمل لك الاكسيليراسيون، لكن ما يجريلكش في التيران، ما يعملكش لو سوليسيون. صحيح فكاك لكن ما يتحركلكش برشا في خروج الكره، ما يتحركلكش في ديال صحيح قوي، لكن في خروج الكره في التريونجيلاسيون باش يكون موجود مين ويسار باش ياخذ يعني من الاخر. اش نقول انا؟ نقول انا بالرمضان فيزيكمون هو راهو كي تقيس قداش يجري في التيران باش تلقى كوليبالي راهو ضعيف برشا، خاطر احنا ما عندناش لي ميزور في التلفزه وما يخرجوناش قداش عمل من كيلومتر. اما راهو كوليبالي حتى يعني كي تخزر له باش تلقاه الماس مسكولير كبيره برشا، تاخذ انرجي برشا، ما يجريلكش برشا في التيران وما ينجمش يكون بيفوي سنتين. صحيح فكاك على الاكستيريور، لكن كي تبدا تلعب في بلادك راهو مش باش يعمل لك برشا لاعب ومش يعمل لك برشا دي سوليسيون ومش باش يعاونك برشا في ترونجيلاسيون في الخدمه. التشكيله نتاع الكلوب ديما قاعدين نشوف في التغييرات، كانه تو ما لقاش التشكيله اللي يلزمه يلعب بها بوعايشه وكذلك الرويسي.
هذيك مو هذاك علاش تبدا عندك افكتيف صغار ما تنجمش باش تعمل عليهم. علاش تو مثلا قبل كانت كي تبدا عندك جمعيه مثلا احنا جمعيه نتاع النادي الافريقي قعدنا 10 ولا 11 سنه هما بيت عياري موسى كمال غميض سيس بصحيح 8 بياري 10 يقعد لك بال 10 سنين في البوست هذيك ما تكون ماخذ فونت كوميرس. اليوم ولا تتبدل ولاد صغار ساسار ما تحكمش ساسار لونترنور يجي جوار صغير يقول ما نجمش نلعب يخاف فما جوارات يخافوا يطلبوا ما يحبوش يلعبوا راه ان نعذرهم ساسا فما جوار يجي يقول لك خويا ما نجمش تلعبوا اليوم حتى ما فماش شكلي فما دي جوار اللي هو يخلي البصمه نتاعو يولي عنده لومبرانت. ساعات جوارات كي تدخل الفستير كل واحد يعرف روحه نمرو هذا كمريولو من غير ما تحكي معناه الاتيكيت نتاعو ما عندك بلاصتك نمروك عندك هذيك بلاصتك داخل. اليوم ولات تدخل لكلوب افريكا ما تعرفش علاش على خاطر ليفيكتيف صغار ماهمش ريش. وانا قلت لهم على صابر خليفه نورمالمون ما يتسيبهش. انا قلت لهم صابر خليفه يعاون في لي جوار الصغار قلت لهم هذاك والله انا كان جيت الكلوب خمو والله ناخذوا حتى كوميت جوان. شوف انت جمعيه نتاع برا ولدي جمعيه اليوم راهو فما حاجه في الكوره مثال هذا ديما نحب نتكلم عليه. مشكلتنا نحن في تونس نحب اونترونور عنده 10 سنين خبره 15 سنه خبره. في واحد يبدا عنده كاتريري يحب يقول لك عندي يحب شوفير عنده 5 سنين خبر بالليل برشلونه جوارديولا قرا عام توا برشلونه ريت اللي راني فيه ولا في ولا زيدين مواد جوان مش رانا اليوم خليهم. النقطه هذه خليني اسالك لطفي رويسي لطفي رويسي هي انسب اليوم لا سي نورمال يا ولدي جا نقول لك راه لطفي رويسي سيت ريفيرونس. انا مره الاخرى لطفي تغششت عليه وقت اللي شاد دوزيام اونترونور هزيت التليفون كلمته قلت له لطفي شبيك ضعيف انت نحبك بريمير اونترونور راك انت علاش اليوم سامي ولا تجيب جوار لاعب قدام 60,000 و70,000 خويا اليوم وقت اللي انا اونترونور لا جيستيون دو ستريس عندي ما نخافش وقوي ومستانس ب 60,000 ومستانس ب 70,000 تيميد شويه مش تيميد لا لا ايش خلك نحن العاقل يولي تيميد العاقل تو كيما لوت فرويس ماهوش عيب راهو مش لا 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 لونترونور ما تنجمش تكون تيميد لونترونور ساعه لونترونور تو نحن نبداو نحكيو على لونترونور انا لطفي نعرف لطفي رولاسيون هي اقوى حاجه في لونترونور رولاسيون اونترونور جوا شوفوا البرا كلوب وك الجماعه كي بوسو مثلا ويعرفوا شوف لونترونور كي يعمل جمعيه حد ما يتكلم اخي خالد كلامك صحيح شكون اللي شد اليوفي ديريرمون عنده شد قبل شد لي جون تاع اليوفي كهو اسمعني في الفوتبول احنا ما نجموش نعملوا اونترونور كومبليت تعرف علاش خالد لونترونور الكامل هو يكون لاعب كما قال لك وعنده ستريس مستانس وقاري وينجم يجاري انت هنا حط بون انا بون لطفي خايف عليه فاش خايف عليه حط في سيتياسيون ديما باهيه ما تحطش في سيتياسيون خايبه ترى لطفي معناتها لما الاونترونير باش يطلع في تونس يجي وكل الاونترونير صغيره اي برا ندزوه وكان مشيت معاه مشيت ما مشيتش معاه ما مشيتش معاه ولي هنا هو هنا حتى معين الشعبي يلقى في برشا انتقادات كيف كيف رغم النجاحات اللي حبوا هذاك حققها ما اعتقدش الحاجه اللي في تونس هذه اللي ما فهمتهاش يبدا قاعد في القهوه يقول لك الاونترونير الفلاني ما عنده شيء يقول كيفاش حكمت عليه ما عنده شيء انا ساساك يجي يقول لي احكم على ما نجمش نحكم على لونترونور اول حاجه على خاطر انا ما حضرتش رينيون تكتيك نتاع لونترونور ما شفتش رولاسيون اونترونور جوار اليوم تجي تقول لي تيرا وراني انت حل الانترنت تلقى 6000 مليون اكزرسيس دونك اليوم لونترونور يا ربي حاجه اللي دوختني في تونس دايخ انا يا ولدي لونترونور سي تاميتي راهو فما حاجه اليوم مش فاهمينها في تونس البرا لونترونور ريتو لاسعد جاردا في الاوتريش هما بعثوه للمستير وبعثوه راني في بلاد هكا فك شيره لازي اليوم لا ديريكسيون تكنيك هي اللي تبعث واليوم الجمعيه كي تجيب مدرب يجيبوا مدرب على مشروع ويجيبوا مدرب والمدرب ما يلزموش يكذب على جمعيته اليوم فما دي كلوب علاش الكلوب تو نحن نقول لك ولاد صغار ما يصبروش خاطر نحن الكلوب اوني با ان ايكيب فورماتور ما نستناش حتى نطلع ولاد صغار سامي اليوم انا كي نجيب اونترونور خالد تحطوا في فم المدفع الولاد الصغار هذوما والله يتحطوا في فم المدفع ينجموا مثلا ينجموا انا الحاجه اللي باش نمشي نحكي معاهم ونكلمهم علاش ما ينجموش يتحرقوا على خاطر الماتير بريمير عندهم انت شفتهم سامي كاليتي تكنيك مش الكل الخال لا 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 مش لا لا بليبار صراحه فهم لاعبيه ظروف حكمت انهم لا لا والله لا ايش فيهم صحيح لا لا مش الكل نكون واقعيين ايش اقول لك مو علاش خاطر في الكونتكست يتحطوا فيه
الكونتكست اللي تحطوا فيه راهو صعيب برشا. انت اليوم انت باش تشوف الفالور نتاع ان جوار يشيل الكره راهي كونترول باس كونترول باس كونترول باس. فما جوارات كي ترى حتى كي يمس في الكره الكاريس متوش دو بال هو راهو الاسلام الاولاد الصغار هذوما اللي يحكي لهم خالد راهو عندهم حاجه باهيه برشا التو دو بروغريسيون نتاعهم في العمر هذا كبير برشا ما تنجمش تقارنه. اليوم يلعب لك خايف شويه غدوه يحصل لك شويه الفيزيك ويخدم لك شويه راهو بعد 6 اشهر باش يفوتك متاكد من هذا. هما البرا شي يعملوا يعملوا المراحل الصحيحه. احنا عندنا مرحله غالطه اللي هي في تونس لاج دو 18 اون 19 اون 20 اون يخرج من الاسبوار يتحط ديريكت سينيور يا ينجح يا يتهلك يسيرتو في الجمعيات الكبيره ثم بروغريسيون تصير. هذوما جاوا في بريود لهم ينجموا يكوروا سينيور ولهم ينجموا يقعدوا في العمر نتاعهم اسبوار شنو باش يصير لهم؟ باش ياخذوا باش يلعبوا باش يغلطوا كما قالك. لكن اذا كان الكونيسور اللي يتفرج يعرف اللي عنده جوار هذاك عنده دي كاليتي وينجم يوصل هنا انا نجم نقول لك انا نثق في خالد كي يتفرج فيهم اكثر منك واكثر مني في لونترومون في الماتشويت في اللي يسمعوا في اللي كذا في اللي يشوف لي كاليتي نتاعو. لا ما اللي نسمعوا لا اللي نشوفوا خاطر كي اللي تشوفوا اللي تشوفوا ينجم يقول لك هذا عنده ديك راهو اسمعني سوفون لي بون زيليمون يقول لك سوفون لي بون زيليمون في اللاج هذيك سوفون كاشي يعني ينجم يقول لك ملاعبي يترشق لك في 22 سنه ينجم يترشق لك في 23 سنه يبدا مخبي لي كاليتي نتاعو يبدا مخبي يبدا حاشم يبدا خواف يبدا كذا. سامي هنا سامي هنا انت برشا حاجات نقول لك علاش هنا لونترونور كوارجي علاش نحب لي زونترونور كوارجي. فما اونترونور يقدم بالجوار فوالا يحطوا في بالي اخرى اخرى نعطيك برشا غريزمان ريتو كي مشى لاتليتيكو مدريد كيفاش كان الجوار سام كان عادي شوف وين وصل بيه خاطر فما دي زونترونور يقدم لك بالجوارات سير لو بلان كوليكتيف وسير لو بلان انديفيدويال وباش تنجم تقدم سير لو بلان انديفيدويال جوارات. اليوم انا سامي العروسي راني في الاسبيرونس ولا راني في جمعي كي تبدا تحكي مع جوار تقول له ويجا راني سامي العروسي هاو الفيديو نتاعي شوفني الكونترول شوفني البونتو اللي ماركيت هو بيدو يحترمك باش يحترمك. اليوم وقت اللي لطفي رويسي عندك كوره لا بكوره لطفي من الملاعبيه الكبار الكبار لا نحترمه برشا انا صاحبي متفق بارك الله عليه وبالحق راهو لي كابابل. اما شنو هي المشكله في تونس ديما مساكل لي زونترونور من ما اربع خمسه ماتشوات لا لا اربع خمسه ماتشوات قلت لك ما يجيبوش في اونترونور على بروجي على بروجي اليوم ان جيب اونترونور قول له يا ولدي اليوم انا مثلا على الاسعد الدريدي توفقت انا علاش كان يلعب بالبلوك با الاسعد اول العام نورمالمون كان ما كناش ناخذوا السيتياسيون هذه خاطر لونترونور فما دي زونترونور البرا تجي تقول له باش تشد لي جمعيتي قول لك خويا جمعيتك راهي نتاع من خمسه للسته ما تطلبنيش اكثر تشري لي فلان وفلان تو كمان الاسعد الدريدي الاسعد الدريدي شيل الكلوب باش نزلوا شامبيونا من اول العام والامور داخله وزيد شراو دي جوارات عرفت شراو جوارات كيفاش طب بالله هذا يقبلها على الاقل يا اخي الاسعد الدريدي قال باش نزلوا شامبيونا رئيس النادي قال باش نزلوا شامبيونا كي جاب ملاعبيه وظاهرين الاهداف حطوا مع مئوي تي بالله سامحني تي تو تشري كهرباء ماهيش خالصه الديوان تنجم تحوس به هذه حكايه اخرى حاجه ثانيه هذه حكايه اخرى لونترونور البريزيدون راه ما يفهمش الكورة. لا لو تفهمش باش يأهل الملاعبية. يا ولدي أنا بريزيدون. يا ولدي شنو نقول لك؟ علاش خويا أنا بريزيدون فما جمعية ما فما جمعية. نمشي على روحي. نمشي على روحي. اليوم أنا قلت لك الأونترونور. هذاك مش عمل؟ لا لا كانوا مشى من أول العام، كان مشى من أول العام رانا فقنا. يخليها كيكة يخلي علاش نقول لك علاش خويا؟ الأونترونور سي تاميتي. هو بارك الله فيه. كان دي جوردي اما اجي نقول لك حاجه توريت لطفي الرويسي ولا تجيب لي قيس ولا تجيب لي فوزي ولا تجيب لي واحد من الكلوب يقول لي نمشي وين تمشي يقول هذيك فاميلتك تقعد وتسكر فمك وتشد غادي وما تخلصش وتقعد اما انت اونترونور ما نلقاش الجو اللي باش يساعدني باش نتضر انا ونضر الجمعيه مازلنا باش نحكيو على مقابله الدربي باكثر تفاصيل الاخبار تجيكم توت سويت وبعد راجعين مع فجوه تركي تجيكم في الاخبار